الدستور في خدمة المواطن، عنوان ملتقى دولي من تنظيم المجلس الدستوري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف للتعريف بالمحاور الكبرى لمشروع تعديل الدستور. هذا الدستور ينص صراحة على الحقوق والحريات المواطن مضمونة دستوريا. بالنسبة للفصل السلطات، ثاني فصل بالتوازن بين السلطات، رغم أنها على كل حال في فصل بين السلطات، ولكن فهي مستعدة للعمل مع بعضها بعض، وهذا ميزة كثيرة بالنسبة للنظام شبه الرئاسي. الملتقى عرف تخصيص جلسات خصصت لشرح فحوى المشروع كاستقلالية السلطة القضائية وأخلاقة الحياة العامة، إضافة لمسألة تعزيز الحقوق والحريات. لابد نعيد النظر في القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي للمجلس العالي للقضاء، نعطيهم صلاحية تتماشى مع روح الدستور. إذا كان لم يكن هذه التعديلات تتماشى مع روح الدستور، مش ممكن بنصل الاستقلالية. قال في الدباجة فقرة مهمة جدا جديدة، تقول بلي أن الشعب الجزائري يتمسك بحقوق الإنسان كما هي واردة في العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية والمعاهدات التي صادقت عليها الجزائر. هذه الفقرة مليئة بالأهمية، لأنها تقول بأنه حتى الحقوق اللي موجودة في الدستور، هناك حقوق أخرى أيضا في موجودة في 9 اتفاقيات دولية للأمم المتحدة ثقيلة جدا. مثل هذه المواعيد فرصة لشرح ومناقشة أهم ما جاء في التعديل الدستوري 2020، قصد جعل الفرد أكثر إدراكا بأهمية مشاركته الفعالة في تكريس مواطنته.